لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا متابعينا أينما كنتم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام في هذا اليوم 28 رمضان ليلة 29 ليلة ختم القرآن إن شاء الله بالمسجد الحرام. يتوقع أن يشهد كثافة هذا المساء، لكن كل القطاعات مشاهدينا الكرام تعمل بكامل طاقتها وبكل خططها من أجل هذه الليلة ومن أجل أن تمضي مثل ما مضت باقي الليالي الأربع جمعة الماضية وليلة 27 وكل الأيام المباركة التي عشناها في هذا المكان في الحرم المكي الشريف. اللهم سدد رمي جنودنا على الحدود ووفق رجال أمننا وقادتنا يا الله في هذا البلاد وسددهم يا رب العالمين. مشاهدينا بنبدأ كالعادة مع برنامج من الحرم بفاصل، فاصل ونرجع لا تروحوا بعيد. بلاد حباها الله أمنا وكعبة يصلي إليها الناس فرضا محتما وآياتها ما دام للناس قبلة بها بينات تنثر الأفق أنجما مقام خليل الله فيها محجبا مقام خليل الله فيها محجبا ومشرب إسماعيل ومشرب إسماعيل من بئر زمزم حياكم الله من جديد مشاهدينا متابعينا. قائد التموين والامداد بالامن العام بمهمه العمره سعاده اللواء عبد الله بن عايض العسيري هو ضيفي في هذه اللحظات. الله يحييك سعاده اللواء. حياك الله اخ ناصر. كل عام وانتم بخير يعطيكم العافيه. وانتم بصحه وسلامه. الامداد والتموين ايش عملهم؟ ايش يقدمون؟ ايش الاشياء اللي تقدمها في هذه المهمه؟ حقيقه الامداد والتموين في مهمه العمره يتواجد منذ وقت مبكر ويقوم بتوفير كافة الإمكانات التي يحتاجها رجل الأمن قبل تواجده في مهمة العمرة. بتوجيهات من معالي مدير الأمن العام تم تأمين كافة الاحتياجات من الآليات بمختلف أنواعها الصغيرة والكبيرة التي تقوم بمساندة رجال الأمن. هناك الحافلات التي تقل الأفراد من مواقع عملهم إلى مقر إقامتهم، هناك الدراجات النارية التي تساعد رجل المرور على تنظيم سير الحركة، أيضا يقوم الإمداد والتموين بتأمين الملابس العسكرية لكافة القوات المشاركة في هذه المهمة، كذلك تقديم كافة الوجبات الجافة والمطهية على مدار شهر رمضان المبارك لكافة المشاركين في هذه المهمة. أكثر من 30,000 عنصر يقومون على خدمة ضيوف الرحمن خاصة داخل المسجد الحرام وخارجه، لابد أن لهم بالفعل احتياجات ذكرت جزءا منها ومهم جدا أن بالنسبة لكل ما يقدم أو يوفر لرجل الأمن لاستخدامه في هذه المهمة، هل يكون مثلا مقوم مناطق أخرى أم كل شيء جديد أنتم تقدمونه؟ لا ولله الحمد القيادة الرشيدة وفرت كافة الإمكانات
لمهمة رمضان ولمهمة الحج خلاف ما هو موجود في مناطق المملكة. فهذه الحمد لله المنظومة كل سنة يتم تقديم الجديد لرجال الأمن حتى يستطيعوا القيام بواجبهم على أكمل وجه. يعطيك الصحة والعافية سعادة اللواء عبد الله بن عايض العسيري، أنت المشرف العام على مهمة التموين والإمداد بمهمة عمرة هذا العام بالعاصمة المقدسة، إذا حاب تقول كلمة لك الوقت فيما تبقى تفضل. نتمنى أولا إن شاء الله أن يديم الله على هذا البلد الغالي الأمن والأمان في ظل قيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهدي الأمين وسمو ولي العهد، ونسأل الله أن يختم هذا الشهر إن شاء الله بالقبول والغفران لكافة المسلمين يا رب العالمين. شكرا جزيلا لك ولكافة زملائك ولكافة العاملين في خدمة المعتمر في أي قطاع كانوا وفي أي جهة. مشاهدينا الطريق إلى الحرم ولنا عودة. شكرا يا حبيبي. شكرا الله. شكرا ناصر، معكم العريف أحمد محمد باكيلي من غرفة القيادة والسيطرة. اليوم موافق 28 من شهر رمضان المبارك، كما تعلمون هو ليلة ختم القرآن الكريم، وستكون هناك كثافة عالية بالحرم والساحات المحيطة به، وسأقدم لكم تقرير مختصر إلى الطرق المؤدية إلى الحرم المكي. كما تشاهدون القادمين من جدة مكة نقطة الشماسي هناك كثافة عالية إلى عالية جدا أوقات الذروة، والقادمين من الطريق الطائف إلى مكة نقطة الهدى ستكون هناك كثافة عالية، وكذلك القادمين من نقطة السير ستكون هناك كثافة عالية. كما أنصح المعتمرين والزائرين باستخدام وسائل النقل العام واستماع إلى نصائح رجال الأمن. وتشاهدون الآن المطاف وهو ممتلئ وهناك انسيابية بالحركة. هذا كل ما لدينا في فقرة الطريق إلى الحرم. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد. مثل ما اسلفنا اليوم 28 استعدادات كبيره من القطاعات الامنيه مشاهدينا، خاصه وان العديد من المعتمرين ومن القادمين الى البيت الحرام
البيت العتيق، يفضلون أن يختمون القرآن هذا المساء مع إمام الحرم هنا في الحرم المكي الشريف. خلونا نتكلم مشاهدينا بشكل يعني سريع على الخدمات التي تقدم في المواقع القريبة والبعيدة. المطاف مشاهدينا الكرام الآن يمنع منعا باتا الوقوف فيه والافتراش والصلاة في غير أوقات الصلاة، لذلك المطاف بكامل طبعا طاقته يعمل على مدى الوقت بانسيابية كاملة ودون التوقف، ويرفض التوقف أو الافتراش فيه. المطاف الدور الثاني مشاهدينا الكرام مشاهدة توسعة رائعة، بإمكانك أن تطوف أن تسعى في هذا المكان بكل أريحية، وربما يمكن الدور الثاني هو من أفضل الأدوار اللي ممكن الواحد يجد فيها مجال أوسع والسعي يكون على الراحة أكثر كثير من الدور الأول ومن الأعلى. يتوزع في الممرات وفي الطرقات المؤدية من وإلى المحرم دخولا والساحات المحاذية له الرذاذ الماء الذي ينتشر على العديد من المواقع للتخفيف على الناس. في هذه الأوقات درجة الحرارة ليست عالية جدا، لكن الكثافة ربما من وقت لآخر. ربما اللقطات التي يعرضها مخرج هذا البرنامج الزميل عبد الله بن حميد الشهراني تبين لكم الآن الكثافة، وهذه ما ذكرت لكم قبل قليل رشاشات المياه التي أو الرذاذ الذي يتوزع وينتشر في مواقع كثيرة من الحرم المكي، إضافة إلى اللوحات التي أفردتها رئاسة الحرم والأمن العام والدفاع المدني والقطاعات ذات العلاقة من أجل إيصال كل تعليماتها وتنبيهاتها لجميع المعتمرين وبجميع اللغات. مشاهدينا الكرام، للمعتكفين كذلك داخل الحرم إجراءات وأوضاع يقضونها في الحرم المكي. رحنا وعملنا هذا التقرير عن الاعتكاف في الحرم المكي، تابعوا. أنا اعتكفت قبل المرة هذه مرتين قبل سنتين، والحمد لله أول سنة شفت الاعتكاف إن مرتاحين فيه والحمد لله. والسنة الماضية اعتكفت، والسنة هذه بدأت الحمد لله بداية العشر، واللهم لك الحمد ولك الشكر الحمد لله. طبعا أنا جيت هنا المعتكف طول عمرك، بعدين مريت على أخواني في المكتب هناك وطلبت صندوق أو دواري بحل حفظ الأمتعة والأغراض، والحمد لله ما قصر الأخوان لبوا طلبنا واللهم لك الحمد. أولا بارك الله فيك، رأينا فيها النظام والبارك الله فيك الأمن وترتيب الأمن في المداخل والمخارج، وهذا طيبة جدا الحمد لله، وما رأينا فيها زحام بفضل الله سبحانه وتعالى. وحتى دورة المياه الحمد لله موفر، كل فيها الأمور طيبة والحمد لله. وأول ما اعتكفت بارك الله فيك ذهبت إلى مكاتب التسجيل، سجلت عند الشباب الحمد لله وأعطوني خزنة والحمد لله، وأعطونا سجلنا أعطونا أوراق ندخل فيها متى ما شئنا ونخرج فيها متى ما شئنا الحمد لله. حياك والله مشاهدينا الكرام من جديد في هذا اليوم 28 اللي الله يجعل إن شاء الله كل ما قدم في هذا الشهر من الجميع قبولا يا رب العالمين، ويجعل إن شاء الله أيامكم وصيامكم
مقبول يا رب العالمين. نبدا مع الناس زي ما عودناكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حياك الله يا اخوي، عرفني باسمك. اخوك الحاج عامر عمران سلمان المفرجي من بغداد أهل العراق. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا. من حاب تسلم عليه؟ احب اسلم على حبيبي ولدي مصطفى وحبيبتي بنتي ملاك ورؤى وسرى بناتي وازواجهم واولادهم واختي الحبيبه مريم وعذراء واخواني كافه واولادهم. وحي السعوديه حبيبي على هذه الخدمه من النظافه والامان، وحياكم الله وجزاكم الله الف خير. الله يسلمك يا حبيبي. وعيش سعيد عليكم. الله ان شاء الله وعليك يا ربي وعلى كل اللي ذكرته. الله يفرج علينا ان شاء الله بالعراق. امين. الله أيوة امين الله. يا رب تفضل. السلام عليكم. معكم منصف بودرصة من الجزائر. اهلا وسهلا منصف. يا اهلا وسهلا. من حاب تسلم عليه من الاهل والاقارب؟ حاب اسلم على امي واخي احمد وزكريا. نعم. وكل اخواتي وكل الشعب الجزائري والشعب الفلسطيني يستاهلون. وأقول لهم رمضان مبارك وكل عام أنتم بخير. وأنت كذلك يا رب. وإحنا الشعب الجزائري بنموت على الشعب الفلسطيني. حبيبي موفقين إن شاء الله. أمين جماعي. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. عارف اسمك؟ محمد عبد الله عبد العزيز الشهراني. حلو، تفضل تقدم لو سمحت وأعطوه فرصة. حياك الله. الله من وين؟ سلم. من مكة. ما شاء الله. ايش حاب تقول يا حبيبي في هذا اليوم؟ خلاص اليوم ختم القرآن. الله يقبل يا رب. نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وانا اشكرك والله يا اخ ناصر على الاستضافه وما قصرت والله، ونورت مكه يعني بحضورك. وكان عندي مشاركه يعني اني اقدمها لك قصيده لك. لا قصيده ولكن خليها فرصه ثانيه. ان شاء الله. ولكن احب اوجه تحيه لاخوي سلمان بن سليم الفامي واقول له كل عام وانتم بخير. وانت بخير. وعاد اعذرنا على القصور ان شاء الله. الله يسعدك. شكرا جزيلا. السلام عليكم. عليكم السلام. جزاك الله خير. هلا ابوي. والله انصر الاسلام عز الاسلام. والله يحفظكم ان شاء الله. حاب تسلم عليه؟ كلهم المسلمين كلهم الاخوان. تفضل. جيتك يا دار العز والطيب والجود، يطهر بلد في الارض والكون كله، يلي رياضك خير ورجالك فهود، يلي فطرك الله على طاعة الله، يلي فطرك الله على طاعة الله. ما شاء الله ما شاء الله. محمد الهواري من ليبيا. هلا والله. أقدم تحياتي لسيادة الملك، نسأل الله يحفظه ويبارك فيه. آمين. وأهل السعودية كلهم. آمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يعطيك العافية ما شاء الله تبارك الله. الله يبارك لك يا رب. هذه التعليلات ممتازة بالحج. الله يجزاك خير. شكرا جزيلا. خلينا نشوف بعض الأخوات اللي شاركونا. أنا والله الأخ الليبي باغتني خايش على. تفضل يا مام. تفضلي. أهلا وسهلا. عرفينا بنفسك. أنا من الشرقية من مصر. اسمك؟ اسمي الحق عز. أهلا وسهلا. حابة تسلمي على مين؟ عليك. علينا؟ طيب واهل الشرقيه؟ واهل الشرقيه واهل مصر وابنائك وكلهم. ونفسي اسلم على اولادي. الله يكون عامك بخير. السلام عليكم. نسلم على اولادي. نسلم عليهم التحيات. الله يسلمك. وين؟ من مراكش. ما شاء الله ما شاء الله. مراكش ما شاء الله ما شاء الله. نسلم على اولادي من شنغير ومن رشيديه. نسلم على اولادي من مراكش. نسلم على رشيده وسنه. السلام عليكم. ليش تبكي طيب؟ انت مبسوطه؟ ايوه. اليوم ان شاء الله بتختمي القران. ليه بتبكي؟ زعلانة ولا فرحانة؟ مبسوطة؟ الله يجمعك فيهم على خير وأنت مقبولة بصيامك وقيامك يا رب العالمين. إذا مشاهدينا الكرام انتهى وقت هذه الحلقة 28. مشاهدينا الكرام من هذا الشهر الكريم، كنت معكم من أول أيام هذا الشهر الكريم. انطلقنا معكم في كل شاردة واردة من الحرم المكي الشريف. غدا بإذن الله مشاهدينا حلقة جديدة في ذات الموعد لنرصد جديدا قدم في الحرم وخدمة قدمت للمعتمر، وكذلك نقدم كل التقارير التي من أجلكم أنتم في نهاية هذا الركض التلفزيوني. شهد الكرام ناصر حبتر يودعكم غدا 5:06 إذا جعلنا الله وإياكم من الأحياء. استودعناكم الله الذي لا تضيع ودائعه. في أمان الله. لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب.
وإلى ربك فارغب.